ممتاز، الآن تستطيعون العزف جيداً. الآن يجب أن تختاروا أغنية أخرى من الكتاب لتتدربوا عليها يوم العطلة لتقوموا بغنائها في المرة القادمة. حاضر أستاذ. شكلوا المجموعات حسب رغباتكم وعلاقاتكم، يجب أن يكون قائد كل مجموعة الأقوى. كارميلا، يمكننا أن نشكل مجموعة. لست ماهرة في الموسيقى كاليميرو. وأنا أيضا لست قويا، لذلك من الأفضل أن نستغني عن قائد الأوركسترا ونتساعد. حسنا، أنا موافقة. غير معقول، أنتما بحاجة لقائد أوركسترا، إن لم يتوفر لديكما لن تحسن الغناء. لا، أظن أنك مخطئ. في هذه الحالة سأكون أنا قائد الأوركسترا، أتوافقين كراميلا؟ بشرط أن تكون ماهرا في العزف. أنا أقوى التلاميذ جميعا، والدليل هو دودي ودوبا، اسأليهما. ها؟ صحيح دينكي رائع. هذا صحيح، لم أرى في حياتي مثله. إنه الأفضل. لم أطلب منهما قول ذلك. حقا؟ ألا تصدقين ذلك؟ أنا أتعلم دروسا يومية في العزف على البيانو، ودروسا يومية أخرى في العزف على الكمان. أحسن قراءة الموسيقى وقيادة الأوركسترا. واك 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 واك. ربما أنت ماهر في العزف على البيانو وعلى أوتار الكمان أيضا، ولكن ذلك لا يثبت أنك تستطيع العزف على الهارمونيكا. أنت تشكين في، لهذا سوف أعزف لك لحنا لتحكمي على قدرتي. أعترف كنت مخطئا وأنك قادر. وأنا أيضا. إذن امنحوني ثقتكم وسأعمل منكم أفضل أربعة عازفين في المدرسة. هل تعلمني الموسيقى دينكي؟ أنا أيضا أريد أن تعلمني. هاي، وأنا أريد أن أكون تلميذك. لن يكون ذلك لطيفا. أطيعوني وسأشغلكم في أوركسترا دينكي السيمفوني. نعم بذلك. خطأ خطأ، هل هذا كل ما تستطيعون فعله بعد ساعات من الاستعداد بقيادة رئيس أوركسترا الرائع؟ ها؟ لأن المقطوعة صعبة. إيه؟ لنحاول مثلا عزف لحن آخر في ضوء القمر. لماذا تعتقدون أن هذا اللحن صعب؟ إنه من أسهل ألحان الكتاب. ها؟ انتظر دقيقة واحدة، سنبدأ من جديد، ولكن هذه المرة ستعزف معنا لأن ذلك يساعدنا على التعلم. سأعزف مع محترفين فقط. عزفك رائع دينكي. لنحاول للمرة الأخيرة. ردي ردي ردي، هذا شيء يغضبني. ردي. دينكي دينكي، حان الوقت لتذهب عند أستاذ الكمان. توقف عن اللهو وقل لأصدقائك ليذهبوا إلى بيوتهم. حاضر، هيا يا أصدقائي إلى منازلكم. ولكن لم ننتهي من تعلم المقطوعة الموسيقية دينكي. نحن لا نلهو، كنا نتعلم اللحن الذي سيطلب منا الأستاذ عزفه. دينكي، يجب أن تتعلم العزف على الكمان وأيضا أن تأخذ دروسا في البيانو. على أصدقائك أن يطلبوا من أهلهم أن يجدوا لهم المدرسين. هيا اخرجوا، اخرجوا من هنا حالا. أمرت الأم الدينكية. عملك ليس لائقا. ماذا سنفعل الآن؟ سأذهب لأخذ درسي. تدربوا في الهواء الطلق، سيفيدكم ذلك، وسألتحق بكم عندما أعود. ودعا.
أنتم لا تعزفون اللحن الصحيح. توقفوا، يجب أن تنفذوا كل ما يأمر به قائد الأوركسترا. لا نريد من يتخلى عنا، لا نريد، سئمنا من الاستماع إليك. هذا صحيح، كفانا كذيب. حقا إنكم أغبياء. تعلم اللحن الذي اخترناه، تعلم اللحن الذي اخترناه جميعا. حسنا، مصممون ألا تفعلوا؟ إذن فهمنا. المهم الآن هو أنه يجب علينا عزف اللحن غدا، ولا نستطيع ذلك من دونك. نريدك أن تكون رئيس الأوركسترا. كنت أعتقد أنكم لا تريدون أن أكون مشتركا معكم في الأوركسترا. إذا قدم الرئيس اعتذاره سنقبل الاعتذار. هيا اعتذر، هيا. لا، لن أقبل. أنا موافق. وأنا أيضا. أنا سأعزف لوحدي. أنت لا تفهم غبي. أبله. أتسأل من الأبله هو أم نحن؟ صحيح، ولم ذلك؟ لأننا الآن ليس لدينا قائد أوركسترا، ولن نستطيع العزف لوحدنا. ديكي يستحق درسا قاسيا، دعوه. صحيح، يستحق ذلك. لن نشركه معنا حتى لو اعتذر. لو نجحنا في إقناعه بتقديم الاعتذار لانتهت المشكلة، ولا أصبح لدينا قائد أوركسترا. أوافق، بشرط أن نعزف اللحن الذي اخترناه وليس لحن دينكي. أنا موافق، كراميلا على حق تماما. حسنا، سأخبره بمطالبنا. ربما دينكي. دينكي، ماذا تريد؟ اسمع جيدا يا دينكي، الكل يتمنى عودتك معنا. لن أعود إليكم بعد كل ما فعلتموه بي. لكن سنثير الضحك غدا لو قمنا بالعزف دون أن نتدرب. دينكي، يا دينكي، إذا قدمت اعتذارا ووافقت على الأغنية التي قمنا باختيارها نحن، سيسرنا اشتراكك من جديد معنا في الأوركسترا. تخلى عن عنادك يا دينكي، الكل ينتظر عودتك. هيا تعال، هيا تعال، هيا هيا. أريد أن ألهو الآن لوحدي. اتركني بسلام، اتركني. سأتركك وشأنك، لكن إن غيرت رأيك عد. لست بحاجة أبدا لشريك ليعزف جيدا على الهارمونيكا. سنرى ما سيجري يوم الاثنين، سترون دينكي قادر على العزف. أغبياء أنتم، أغبياء. سأتدرب لوحدي، نعم لوحدي. ملل. كاليميرو، أرأيت عزف جيد.